خلينا نمسك الحديث من أوله. تمام. نحن عم نحكي عن حمية مو ريجيم. تمام. تمام. مبدئيا لنوضح، إذا نحن بدنا نترجم كلمة ريجيم بده يطلع عنا شيء اسمه نظام. والنظام هو نمط مكتسب من الحمية. يعني ريجيم شيء، الريجيم شيء والحمية شيء تاني. خلينا نعرف الحمية الغذائية التي صنعت على أساس كيمياء الغذاء هي فترة علاجية إلى بداية إلى نهاية وإلى أهداف، وقانون صحي وطبي لا يجوز الاستمرار بالحمية مدى الحياة. ولكن بنفس الوقت مو حل أنه إذا راحت الحمية من قدامي أنا أخسر اللي اشتغلته، فلابد من أني أنا أكتسب نمط عام حافظ فيه على نتيجة هاي الحمية. النمط مو معناته أنه أنا بدي ضل أكل أكل الحمية كل العمر، لما بدي أرجع لحياتي الطبيعية بده يكون أنا اكتسبت نمط، هذا النمط هو الرجيم اللي بيخليني حافظ على نتيجة الحمية. خليني أشبه لك رونا الموضوع بإنسان أكل قطعة تلج وصار في عنده التهاب بالبلعوم. بيروح لعند الدكتور بيعطيه الدكتور 10 حبات من الصاد الحيوي. أولا ما بيصير يضل كل عمره على الصاد الحيوي، بده ياخد العشر حبات يا أما يوقف يا أما يجدد بأمر طبيبه. ما بيصير ياخد 3 حبات ويوقف كمان لأنه هون ما اكتمل كورس العلاج. هون عمل نمط علاجي واللي هو أنه أخد الدواء. طيب إذا أخذ العشر حبات وتعافى ورجع أكل قطعة التلج رح يرجع يلتهب بلعومة. أنه ما عاد يأكل قطعة التلج هذا هو الرجيم، أنه ما عاد يأكل قطعة التلج. هون نحن ما حددنا له شو يأكل، بس قلنا له أنه الشيء اللي وصلك للسمنة لا تعيده. تمام. فالحمية نمط علاجي له بداية له نهاية له أهداف له تفاصيل وشروط، بتخلص من الحمية طالع بنمط عرفك أنت شو اللي وصلك أصلاً للسمنة مشان ما ترجع له.